على أرض الواقع لا نحتاج لكثير من الجهد لمعرفة حال سكان غزة والمستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشونه. بطالة وفقر وغياب تام لأبسط مستلزمات الحياة، كلها عوامل دفعت بأهل غزة إلى الامتعاض من الخدمات التي تقدمها السلطة الحاكمة. شعب غزة فيش حدا سائل عنه، لا كهرباء ولا مية، مجاري، أسواق هابطة، الناس تحت الصفر صاروا ولا حدا سائل فيهم. فقر الشعب يؤدي إلى كثير من المشاكل، الضغط على الشعب، عدم وجود كهرباء، عدم وجود عمل، بطالة مستمرة، تزايدت معدلات الجريمة والاغتصاب والسرقة، لكن الكل مش مهتم، الكل مهتم يحافظ على الكرسي اللي هو فيه ولا تنازل لمصلحة الشعب فقط لكرسي الرئاسة. احنا رايحين للدمار وللدمار وللدمار. والله هو الوضع الاقتصادي للأمانة خلال 11 سنة كان من أسوأ لأسوأ، من سنة بعد سنة يأتي أسوأ إلى أسوأ. إلى الآن وصلنا يعني إلى مرحلة صعبة جدا من الاقتصاد والركود الاقتصادي. طبعا ينعكس هذا الركود الاقتصادي على الحياة الاجتماعية للناس. بصير هناك تفكك بين الناس وكل واحد ملهي بحاله وقطع أرحام، يعني بصير الأمور صعبة على كل إنسان موجود في البلد. والله اللي بتحمل الماسك البلد. اللي ماسك البلد هو اللي بيتحمل المسؤوليه من الاخر. الموجوده الحكومه الموجوده في البلد، حكومه حماس، يجب عليها ان تتحمل كامل مسؤولياتها. قطاع غزه يعيش في فتره العشر سنوات الاخيره بصراحه يعني فقر وبطاله واقتصاد، نسبه الخريجين البطاله، وهذا اثر سلبا على الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني في قطاع غزه. ايضا مما زاد الوضع اكثر سوءا هو موضوع خصم الرواتب في الفتره الاخيره، ايضا موضوع ازدياد نسبه الفقراء، نسبه الفقر في قطاع غزه، الاوضاع الاقتصاديه السيئه. المواطن بصراحه يعني يعيش هموم الانقسام السياسي، هموم الحصار المفروض على قطاع غزه، وبالتالي هذه جميعها اسباب ادت الى زياده نسبه الفقر وزياده العجز من المواطن الفلسطيني في كل مناحي الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والحياتيه.